بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المرة السابقة تعرفنا على أهم خصائص التغير الثقافي، وكذلك تحدثنا عن ميادين التغير الثقافي، المجالات التي يحدث فيها التغير: الميدان السياسي والإداري، الميدان الإنتاج الاقتصادي، والميدان الاجتماعي. وكذلك تحدثنا عن عمليات التغير الثقافي، عملية التأهيل، وعملية الانتشار، وعملية إعادة التفسير. بعد ذلك توقفنا عند أنواع الثقافة وأعطينا عنها فكرة مبسطة وموجزة، فقلنا إنه في هناك ثقافات ديناميكية متغيرة ومتحركة باستمرار، وفي هناك ثقافات راكدة أو جامدة. الثقافة المنفتحة التي تستفيد مما عند الآخرين، تحاول باستمرار أن تعدل وأن تطور العناصر الموجودة لديها وتستفيد من الآخرين، هذه ثقافة فيها شيء من الانفتاح. أما الثقافة الراكدة فهي ثقافة مغلقة على ذاتها، تغلق الأبواب والنوافذ تجاه الأفكار القادمة والسلوكيات والخبرات، بالتالي تبقى ثقافة راكدة تعيد نفسها في كل وقت ولا تستفيد من التغير الموجود من حولها. وقلنا إن الإسلام والثقافة الإسلامية تؤكد على هذا الجانب، جانب الأصالة والمعاصرة، بمعنى الحفاظ على هوية وذاتية الإنسان المسلم، عناصر الثقافة الأساسية أو العموميات، لكن في ذات الوقت هي لا تمانع من الاستفادة، بل ترى هذا من ضرورات الحياة، أن يستفيد الإنسان مما حوله من عناصر الثقافات الأخرى. والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. الآن إن شاء الله تعالى سنتحدث عن عمليات التغير الثقافي. هناك ثلاث عمليات أساسية يمكن أن يلمسها الإنسان المستقصي للثقافات البشرية. في عملية بنسميها التنوع، وعملية أخرى بنسميها التتابع، وعملية ثالثة بنسميها الاستقطاب أو الالتقاء. لما بنقول التنوع عملية من عمليات التغير الثقافي، ماذا نقصد بالتنوع؟ التنوع ماذا نقصد به كعملية من عمليات التغير الثقافي؟ أيوة، يعني ابتكار، اختراع معين، اكتشاف معين يؤدي إلى عدة نتائج، ليس نتيجة واحدة وإنما نتائج متنوعة، وإنما نتائج متنوعة. كما يعني مثال على ذلك، من تضرب لنا مثالا على ذلك؟ شيء مخترع أو مبتكر أدى إلى الكثير من الآثار وليس أثرا واحدا، لم يؤثر أثرا واحدا إنما متعدد. نعم، التلفاز صحيح كمبتكر، هذا كان له آثار متنوعة، له آثار كثيرة فكرية واجتماعية وصحية وتعليمية واقتصادية، كان له تأثيرات متنوعة ولم يقتصر على تأثير واحد. هذا الذي نقصده بالتنوع، أن التجديد في عنصر ثقافي معين قد يكون له العديد من الآثار. يعني ليس بالضرورة أن نحصر المسألة في أثر واحد، وإنما في العادة بيكون لأي تغيير ثقافي في عنصر معين أو مكتشف أو مبتكر معين بالتأكيد سوف يؤدي إلى العديد من التأثيرات، العديد من النتائج، وليس إلى نتيجة واحدة في الغالب. طيب، لما بنقول العملية الثانية عملية التتابع، ما الذي نقصده بعملية التتابع؟ وبرضو نفس الشيء نضرب مثالا على هذا الأمر. أيوة، التتابع في هذه العملية يكون التطور التكنولوجي له أثر جوهر ومباشر، أيضا له أثر فرعية أخرى، يعني لا يقف عند حد تأثير معين بل تستمر في حلقات متشابكة. ضرب مثلا لدينا أنه الآلة البخارية عندما تم صنعها كان تأثيرها المباشر أنها ساعدت في وجود مصانع ووسائل إنتاج تكون خارج المنزل كما كانت في السابق. أما الأثر الفرعية المصاحبة لها، تغير طبيعة عمل الرجل وطبيعة عمل المرأة، أيضا تغيرت فكرة أن الرجل هو صاحب السلطة الوحيدة في المنزل، فهذا أدى إلى وجود خلافات وكثرة الطلاق والانفصال بين الزوجين.
كويس، يعني النتيجة هذه كويسة، فيها مراجعة حسابات بشكل جيد للتغير الذي حدث. التتابع نقصد به أنه إذا كان هناك عنصر ثقافي تغير أو دخل على الحياة البشرية فسيكون له آثار متتابعة، لن يتوقف عند أثر معين، وإنما سيكون هناك إفرازات مستمرة، هناك تأثيرات متتابعة، واحد يتلو الآخر. والمثال على ذلك اللي ضربوا الكتاب قضية الآلة البخارية. الآلة البخارية عندما اخترعت يعني كانت نقلة نوعية في حياة الأوروبيين بلا شك، الآلة البخارية، لأنها أدت إلى نوع من التواصل بين المجتمعات فقربت البعيد. لذلك نشأ عنها بشكل مباشر أنه في هناك مصانع، في هناك وسائل إنتاج خارج دائرة المنزل. الكلام هذا لم يقف عند هذا الحد، وإنما تتابع في آثار اجتماعية ونفسية وسلوكية أخرى. قضية وجود المصانع ووسائل الإنتاج خارج المنزل أدى لقضية أنه كل من الرجل والمرأة يريد أن يعمل، يريد أن يخرج من البيت، يريد أن يكون منتجا، خاصة المال الذي يتقاضاه الإنسان لقاء ذلك، صعوبة الحياة البشرية وتعدد متطلباتها أدى إلى خروج كل من الرجل والمرأة من البيت على أساس يعمل في هذه المصانع. لكن في آثار كمان ثانوية ترتبت على ذلك، أنه في هناك صار تغيير في طبيعة عمل الرجل والمرأة وتأثر سلطة الرجل. الرجل حتى كان في بلاد أوروبا هو رئيس تقليدي للأسرة، وهو المسؤول عن إدارتها وعن القيام بشؤونها، لكن الآن أصبح هناك تنازع، وأصبح نزعة المساواة اللي نادوا بها وخروج المرأة للعمل مثلها مثل الرجل، هذا أدى إلى نوع من النزاع حول السلطة، أنه الرجل لم يعد له الكلمة الأولى والأخيرة التي تتحكم في سلوك المرأة. المرأة أصبح لها كيان وتطالب بهذا الكيان، تطالب بهذا الحق، فبالتالي نازعته في السلطة. لكن جيد أن الناس الغربيين أنفسهم يقولون أنه هذا أدى إلى كثرة الطلاق والانفصال بين الزوجين، مما يدل على أن هذا الأمر الذي حدث هو مخالف للفطرة، يعني مخالف لكل من فطرة الرجل والمرأة. يعني لو أخذنا أي اثنين يريدان أن يشكلا شراكة معا فلا بد أن يكون هناك قدر من التفاهم بلا شك، وفي النهاية لا يمكن أن يتنازع الاثنان الإدارة أو القيادة، يجب أن يسلم أحدهما حتى لو كانوا رجالا، يسلم مجموعة منهم قيادة الأمر إلى واحد منهم، لأن المسألة إذا أصبح الجميع قادة يتنازعون في هذا الأمر يفسد العمل، فهم حتى لو كانوا رجالا سيسلمون قيادهم إلى واحد هو الذي يدير العمل. نفس الشيء الشراكة بين الرجل والمرأة في البيت، الفطرة تقول إذا أردنا أن نختار أحدهما ليكون هو القائد في الأسرة وصاحب الكلمة والإدارة، الفطرة السليمة ونتائج العلوم وكذا تقول أن الرجل هو الأولى بذلك لما يتميز به من خصائص معينة، لما يتميز به من خصائص، والمرأة لها وظيفتها الأخرى التي تتكامل مع وظيفة الرجل، فهنا تصبح أسرة ملتئمة. لكن لما بيصير في هناك خلاف حاد وتنازع حول مناطق النفوذ أيهما يكون له النفوذ الأول، ساعتئذ هي النتيجة الموجودة الآن في بلاد الغرب، أنه صحيح المرأة أصبحت حرة وأصبحت تذهب وتجيء، والرجل ليس له سلطان عليها حتى لو كان زوجا، لها علاقاتها الخاصة التي لا يتدخل فيها الزوج، وكذلك الزوج من جهته أيضا لا يقصر في هذه الأمور، له علاقات خاصة أيضا التي لا تتدخل فيها المرأة. النتيجة زيادة عدد الطلاق، مع أنه الطلاق محظور عندهم، يعني في هناك ثقافة تمنع، ومع ذلك في هناك أشياء كثيرة تشبه الطلاق. يعني هو إذا كان القانون يمنع من الطلاق، والآن في تشريعات في بلاد أوروبا تشرع الطلاق بعد المشكلات اللي حصلت الكثيرة، لكن أصبح هناك قضايا أخطر من الطلاق، مثل هروب الزوجة من البيت إلى ولاية ثانية، أو هروب الزوج وترك البيت، وهذا شيء أضر من الطلاق على الإنسان، هذا شيء أضر، فزادت نسبة الانفصال بين الزوجين والعنف الأسري وغير ذلك بسبب هذه الآثار اللي ترتبت على الموضوع في بلاد الغرب. العملية الثالثة الاستقطاب أو الالتقاء. ماذا نقصد بهذه العملية من عمليات التغير الثقافي؟ نعم. عندما اتجهت عدة اختراعات مختلفة إلى تتجه إلى إنتاج تأثير واحد، مثل نشأة الضواحي عند أطراف المدن، فهي قامت عليها هو عدة اختراعات مثل السيارات سواء الخاصة أو العامة والقطارات،
وكذلك انه المترتب على المصانع انهم اخترعوا الالات البخاريه وصنعوا الحديد والصلب، وكذلك عندما خرجت المراه الى العمل فانه ترتب على ذلك اللي هو اختراع موانع الحمل لكي تستطيع العمل والصرف على العائله. طيب، يعني الامر بيحتاج الى شيء من الايضاح. هذه النقطه الاستقطاب او الالتقاء هي تقابل تقريبا العملية الأولى اللي هي التنوع. التنوع قلنا أنه أي مخترع أو عنصر جديد في الثقافة بينشأ عنه نتائج متنوعة وليس نتيجة واحدة. الاستقطاب عكسها تماما. الاستقطاب عكسها تماما، بمعنى أنه لو نظرنا إلى أي ظاهرة من ظواهر المجتمع سنجد أنها نتجت عن العديد من العوامل وليس عاملا واحدا. يعني هي عكسها تماما، أنه لو نظرنا إلى ظاهرة معينة حنجد أن الظاهرة الاجتماعية نشأت ليس عن عامل واحد وإنما عن عوامل متعددة كلها صبت في هذه النتيجة، سببت هذه النتيجة. والمثل اللي ضربه هنا بيقول أنه يعني على سبيل المثال لو نظرنا إلى نشأة الضواحي السكنية على أطراف المدن، يعني الناس بدأت تزحف من الأطراف البعيدة إلى تقترب من المدن لأن المدن أصبحت حيوية أكثر ليس كالسابق. طيب هذا الكلام نتج عن إيش؟ حنلاقيه نتج عن عدة عوامل، يعني منها الاختراعات المختلفة في وسائل النقل والاتصال، مسألة المصانع كرست في داخل المدن، وجود العمل، فرص العمل والوظائف، كل هذه أدت إلى نشوء هذه الضواحي حول المدن. كذلك لو نظرنا إلى أي ظاهرة اجتماعية مثل اختلال العلاقة بين الرجل والمرأة في الغرب حنجد أنه هذه نتيجة لعوامل كثيرة، عوامل اجتماعية، عوامل اقتصادية، عوامل سياسية، عوامل تشريعية لها علاقة بتشريع القوانين وتحديد سلطة كل من الرجل والمرأة، لها علاقة بالوضع التكنولوجي والصناعة وفرص العمل وغير ذلك. هذه كلها مع بعض هي التي نشأ عنها اختلال علاقة الرجل بالمرأة التي يعاني منها اليوم الغرب بشكل كبير. الآن موضوع آخر متعلق بنظريات التغير الثقافي. حاول الكثير من المفكرين أن يفسروا التغير الثقافي كيف يحدث، كيف تتغير سلوكيات الناس، كيف تتغير أفكارهم، كيف تتغير اتجاهاتهم. فأراد الكثير من العلماء أن يفسروا هذه الظاهرة، كيف يتم ذلك؟ فأنتم تعلمون أن تفسير الظاهرة السلوكية، الظاهرة الإنسانية، مسألة معقدة جدا جدا وليست سهلة. يعني تفسير سلوك المادة بيكون عندنا نظرية واحدة يتفق عليها بين جميع الناس، بدنا نفسر سلوك الحديد لماذا مثلا يتمدد بالحرارة أو يوصل الكهرباء أو كذا، سهل إنه الناس تتفق عليه. لكن لما نريد أن نفسر سلوك إنساني نظرا لتعقد هذا السلوك، تعقد عناصر الثقافة، سنجد أن الأمر ليس سهلا. ومن هنا لما بننظر ونجد حوالي 7 نظريات بتفسر التغير الثقافي، هذا يدل على تعقد هذه الظاهرة. المسألة مش سهلة إن نفسرها بنظرية واحدة أو اثنتين، فكان للعلماء آراء متنوعة ونظريات متنوعة قدمت لكي تفسر ظاهرة التغير الثقافي. فالنظرية الأولى بنسميها نظرية العبقرية، كما أن هناك النظرية الحتمية والنظرية نظرية التغير الدائري وغير ذلك من النظريات التي سنتحدث عنها بإيجاز. نظرية العبقرية التي تفسر التغير الثقافي تقوم على أي الأفكار؟ إيش الأفكار اللي بتقوم عليها هذه النظرية؟ نعم؟ كلام صحيح. يعني هي النظرية هذه تقوم من خلال التسمية، لما بنقول نظرية العبقرية هم يقصدون أن التغير الثقافي في حياة الشعوب والمجتمعات والأمم بتنشأ من خلال ظهور عناصر بشرية فيها صفة العبقرية أو الألمعية، أو أنه بيكونوا قادة أفذاذ. هؤلاء القادة الأفذاذ هم الذين يقودون التغير الثقافي عن طريق آرائهم المبدعة وأفكارهم وإدارتهم وسياستهم وما يقدمونه من أفكار جميلة وأفكار ابتكارية وإبداعية. هذه النظرية ترى أن التغير الثقافي يتم بهذه الشاكلة. لكن مثل ما قلنا
يعني ليس هناك نظرية وحيدة تستطيع أن تدعي أنها تفسر التغير الثقافي تفسيرا كاملا. لماذا؟ لأن القائد أو العبقري أو الألمعي لا يكفي الحقيقة في إحداث التغير الثقافي مهما كان يملك من الأفكار ومن الآراء، إنما الوضع الاجتماعي العام، نوعية الناس الذين يقودهم، طبيعة المرحلة والتحديات الموجودة فيها، الظروف الاجتماعية والاقتصادية الموجودة، كل هذه تلعب دورا هاما في قضية أنه ننجح في التغير الثقافي أو لا ننجح. يعني التاريخ شهد قادة عظاما لكن مع ذلك لم يستطيعوا أن يحدثوا تغييرا فاعلا، بل كان عصرهم فيه نوع من الإرباك. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان كل صفات القيادة موجودة فيه، من ناحية الذكاء، من ناحية البلاغة، من ناحية الفروسية والشجاعة، من ناحية الرأي الصائب، من ناحية الشخصية التي تجذب الناس إليها. لكن مع ذلك إيش السبب؟ مع أنه كان قائد ناجح بكل ما تعني الكلمة من معنى، إلا أنه اصطدم بواقع فيه تشرذم وفيه تمزق وفيه خلاف وفيه انقسامات، فلذلك لم يظهر أثر التغيير في عصره، بل كانت عصر حروب ونوع من الفتن مع أن القائد ليس فيه شيء. وفي المقابل ممكن أن يظهر قائد أقل كفاءة، لكن لأن الفريق الذي يعمل معه، لأن الظرف الذي جاء فيه ظرف هادئ ومستقر وكل شيء متوفر وما فيش أي نوع من أنواع التحديات، فيظهر أثره في التغير الثقافي مع أنه ليس قائدا فذا. مش بالضرورة، يعني علشان هيك بنقول أنه ليس هناك نظرية واحدة تستطيع أن تفسر التغير الثقافي، فهذه النظرية عليها بعض المآخذ. النظرية الثانية اللي بنسميها النظرية الحتمية. كلمة الحتمية يعني هي جاية من الحتم أو الإلزام أو الإجبار، بمعنى كأنه بنتصور نحن أنه في شيء سيقع يعني لا بد أن يقع، على سبيل الحتم والإلزام والجبر. عشان هيك سموها النظريات الحتمية، لأنه فيها أكثر من اتجاه، أكثر من توجه. النظرية الحتمية بعض الناس نظروا إليها من ناحية، سموها النظرية الحتمية التطورية باعتبار تطور الثقافة، وبعضهم نظر إلى الحتمية الاقتصادية، التغير في وسائل الإنتاج والاقتصاد. الفرع الأول من هذه النظرية، النظرية الحتمية التطورية. إيش أهم الأفكار التي تقوم عليها هذه النظرية؟ هذه النظرية إيش أهم الأفكار اللي بتقوم عليها؟ أيوة. النظرية الحتمية التطورية يرى أنصار هذه النظرية أن كل شيء في هذا الكون لابد أن يتغير، أي هذا يعني نظرية في الكون، أو كل شيء في هذا الكون يعتريها التغير للأفضل. يعني هذه النظرية بالفعل تظن أنه كل شيء في هذا الكون، حتى عناصر الثقافة وسلوك الإنسان وكذا، بتطور في الغالب، قلنا في الغالب يعني مش على الإطلاق، في الغالب نحو الأحسن. هيك هذه الفرضية اللي قامت عليها هذه النظرية، أنه أمورنا وعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا وثقافتنا باستمرار بتتطور، لأن التطور تراكمي، نحن نستفيد من خبرات السابقين ثم نبني عليها. لكن هذه النظرية طبعا يعني أيضا عليها مآخذ، لا تستطيع أن تفسر كل شيء، لأنه في مجتمعات كثيرة جدا كان التطور نحو الأسوأ فيها بشهادة العقلاء والمفكرين فيها ورجال الساسة والفكر، وإلا لماذا تندثر الحضارات أصلا والدول بتنتهي؟ وكثير من الحضارات التي قرأنا عنها في التاريخ، الحضارة اليونانية والإغريقية وغير ذلك والرومانية القديمة، لماذا انتهت ولم يعد لها أثر؟ إذن المسألة التطور ليست الفكرة صحيحة أنه دائما نتطور نحو الأفضل. حتى التطور الطبيعي في حياة الإنسان، الإنسان في البداية صح أنه وخلقناكم أطوارا، لكن الأطوار لا يعني أنه كل طور أفضل من سابقه. الإنسان بيكون طفلا صغيرا، بعد ذلك أفضل مرحلة مرحلة الشباب والقوة، القوة العقلية والبدنية والقوة الشكيمة والإرادة والعزيمة عند الإنسان، لكن بعد ذلك بتأتي مرحلة أخرى فيها شيبة وفيها ضعف وفيها تراجع في كل القدرات العقلية والبدنية وغيرها. فحتى تطور الإنسان حسب سنة الحياة مش دائما بيمشي نحو الأفضل أو نحو الأحسن. النظرية الحتمية الاقتصادية الفرع الثاني، إيش أهم الأفكار اللي بتقوم عليها؟ نعم، هذه النظرية هي التي تركز
على الاقتصاد المجتمع وترى أنه لا بد أن يتطور بشكل حتمي، فبالتالي هذا سوف يؤدي إلى تطور المجتمع نفسه بما يضم من ذلك من عاداته ومن علاقاته ومن أساليب حياته ومن نظمه ومؤسساته، وأيضا تربط ذلك أو ترتكز على التغير الجوهري الذي يحدث في المجتمعات التي تعتمد على الاكتشافات أو على الثروات الطبيعية مثل البترول أو الذهب، وبالتالي هذا سوف يطور من المجتمع ويزدهر. كويس، الكلام يعني صحيح وواضح. الشطر الثاني من هذه النظرية، القسم الثاني، النظرية الحتمية الاقتصادية، هذه تجعل الاقتصاد هو مفتاح التغير الثقافي، علشان هيك سميناها الحتمية الاقتصادية. الاقتصاد من ناحية الموارد الطبيعية، المعادن الأرضية، البترول اللي اكتشف، الحديد، الفوسفات، المنغنيز، غير ذلك، هذه هي اللي بتغير حياة الناس، هي التي تحدث التغير الثقافي. كذلك وسائل الإنتاج، يعني وسائل الإنتاج كانت متواضعة جدا في طحن الغلة أو جمع المحصول أو كذا، لكن اليوم أصبحت الآليات وسائل الإنتاج متقدمة جدا وتستطيع أنها تكون ذات كفاءة عالية جدا، ولذلك هذا بيساهم في التغير. هذه النظرية أكثر من دافع عنها الماركسيون، يعني ماركس وأتباعه أكثر من قالوا أنه الاقتصاد ووسائل الإنتاج هي التي تغير الأفكار والعقائد والعادات والتقاليد وكل شيء. عندهم أنه الاقتصاد ووسائل الإنتاج هي البنية التحتية، بعد ذلك هي التي توجد، هي التي تشكل الأفكار والمعتقدات والاتجاهات. النظرية الثالثة نظرية التغير الدائري. ما المقصود بنظرية التغير الدائري؟ إيش أهم فكرة بتقوم عليها؟ نعم، نظرية التغير الدائري أن التغير طرع من التغير من طبيعة المجتمعات، ولكنه يسير في مراحل متتالية، يبدأ بنقطة معينة ثم بعد ذلك يضفي على شكل حلقة إلى أن ينتهي إلى نفس النقطة. وترى بأن المجتمع لابد له أن يمر بثلاثة أطوار: طور التكوين والنشوء، وطور النضج والاكتمال، وطور الشيخوخة، ثم بعد ذلك يأتي على أنقاضه مجتمع آخر يعيش نفس المراحل ونفس الأطوار ذاتها. كلام كويس وصحيح. هذه النظرية ربما تبدو أكثر منطقية يعني من غيرها من النظريات، انه في هناك نظرية تغير باستمرار وفي آلية معينة، انه بتبدأ الامور ضعيفة ثم تقوى وتشب وتصبح متماسكة وتمام، وبعد ذلك بتبدأ في الضعف والتدهور والانهيار. هذا الكلام من ناحية التطبيق التاريخي على الدول سنجد انه هذه النظرية لها مصداقية كبيرة، انه ما من دولة الا وبالفعل بدأت ضعيفة بعد ذلك اصبحت فتية قوية جدا وأصبح لها نفوذ وسطوة، وبعد هيك بدأت عوامل الضعف تدب فيها ثم انتهت وجاءت من بعدها دولة وهكذا. فالرصيد الواقعي بيقول أن النظرية هذه في تفسير التغير إلى حد كبير جيد، لكن الإشكالية أن نظرية التغير الدائري هي لا تفسر كيف يحدث هذا التغيير الدائري، لكن هي عملية رصد، كأننا نقول يعني نظرية بترصد الواقعية، رأت أنه التغير الإنساني بيصير بهذه الطريقة الدائرية على مستوى الفرد أو على مستوى الدولة، تبدأ بضعف ثم قوة وتمكن ثم بعد ذلك ضعف مرة أخرى وانتهاء، حتى دورة حياة الإنسان هكذا تكون. فقالوا دورة حياة الثقافات والحضارات والدول أيضا تسير على هذه الشاكلة. لكن إيش العوامل التي تجعل المجتمع يكون في مرحلة ضعف ثم قوة ثم ضعف مرة أخرى؟ هذه بتحتاج إلى نظريات ثانية تفسرها. واضح؟ فيعني حتى لو نظرنا نحن عندنا نحن المسلمين نجد أنه دولة في الأول كانت عصر النبوة، بعديك دولة الخلافة الراشدة، بعديك الأمويين العباسيين وكذا، فانطبق عليها هذه السنة بالفعل أنه بتبدأ دولة ثم تأتي دولة أخرى. لكن عندنا في الإسلام لازم ننتبه إلى شيء، أنه في فرق عندنا بين الدولة وبين الأمة. يعني الدول الإسلامية صح تعاقبت وكانت كثيرة وبعضها ينتهي ويزول ثم تأتي دولة أخرى، لكن الأمة في حد ذاتها، الأمة كبشر بيعيشوا بقيم معينة وعقائد معينة وتفكير ولغة والتزامات معينة، هذه الأمة لم تنتهي على الإطلاق. في فرق يعني بين القانون اللي بيحكم الدول والقانون اللي بيحكم الأمة. الأمة باقية إلى قيام الساعة، إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها كل 100 عام كما ورد في الحديث الصحيح. فالعملية لازم نتنبه لهذا الأمر. لكن الحقيقة النظرية في التغير اللي بيحصل على مستوى الدول والمجتمعات بنجد أنه في لها
ما يؤيدها من الواقع البشري. النظرية الثقافية، ماذا ترى هذه النظرية الثقافية في موضوع التغير؟ نعم، النظرية الثقافية ترى بأن الصراع بين الثقافات الفرعية أو بين عمليات الثقافة والمتغيرات الواردة إليها كلها ناجمة عن التغيرات الحاصلة في البناء الاجتماعي والأنظمة المختلفة فيه. تمام، يعني خلينا نفهم النقطة اللي بتقوم عليها هذه النظرية وبعد ذلك ننطلق في التفسير. يعني أنا قلت يمكن في أكثر من مرة أنه دائما الكلام اللي بنقرأه سواء في كتب أو بنسمعه من الناس، في هناك لازم نركز على حاجة بنسميها الجملة المفتاحية، الجملة الرئيسية اللي فيها الفكرة الأساسية الجوهرية، جوهر الفكرة. بعد ذلك سنجد أنه بقية الفقرة هي عبارة عن شروح وإيضاحات وأمثلة، لكن أحيانا بتكون الجملة المفتاحية أو الجملة الرئيسية في بداية الكلام، وأحيانا تكون في وسطه، وأحيانا تكون في آخر الفقرة. ومهمة القارئ الجيد أن يبحث عن هذه الجملة المفتاحية ويبدأ في رسخ فهمه لها، بعد هيك قضية التفسيرات والأمثلة، حتى لو هو فسر تفسير مختلف قليلا أو جاء بمثال مخالف مش مشكلة، هذا بيأثرش على جوهر الفكرة. فلازم نهتم دائما بالجملة المفتاحية أو جوهر الفكرة. جوهر الفكرة في النظرية الثقافية أنه التغير الثقافي بيقوم على نوع من الصراع بين عناصر الثقافة المختلفة، سواء كان عناصر الثقافة اللي داخلية اللي داخل المجتمع ذاته، أو بين عناصر الثقافة المحلية وعناصر الثقافة الوافدة. فلما بيصير صراع بينتصر عنصر على آخر، هذا بيؤدي إلى أنه العنصر المهزوم سوف ينزاح من حياة الناس ولن يكون مؤثرا، بيأتي العنصر الجديد هو الذي يؤثر في سلوك الناس، بالتالي بيحدث التغير الثقافي عن طريق الصراع بين عناصر الثقافة. ممكن يكون الصراع زي ما قلنا بين ثقافة وعناصر ثقافة أخرى وافدة، مثل الناس اللي اليوم بدأوا يتأثرون كثيرا ببعض مظاهر الثقافة الغربية. يعني الحاجة التي لا تكلف الإنسان إلا 5 دقائق أو ربع ساعة يدخل فيها عند الحلاق، وإذا به يخرج من ناحية المظهر ينتمي إلى بلاد أوروبا من ناحية قصة الشعر أو البنطال الذي يلبسه أو كذا. شغلة صارت اليوم فيها في وسط الشباب موجودة، وليت هؤلاء الشباب أخذوا ما يمكن أخذه عن الغرب من الأشياء المفيدة اللي بتتكلم عن احترام الإنسان لوقته، احترام لعمله، إتقانه للعمل، حرصه على الوقت. هذه القيم التي نحتاجها نحن من الأمم الثانية. لكن قضية المظهريات لا نحتاجها كثيرا لأنها لا تؤثر في طبيعة الشخصية أصلا، بل هي تنشئ شخصية مغرورة بيشعره أنه من ناحية المظهر صار أوروبي حديث على آخر موديل، لكن العناصر المكونة له كلها عناصر متخلفة، ما فيش لا علم ولا فهم ولا إتقان للعمل ولا احترام للوقت ولا قيم أخلاقية. وإيش الفايدة؟ فهي معنى أنه نحن أحيانا نتأثر بعناصر خارجية، وممكن يكون التأثر عن طريق التفاعل والصراع بين عناصر الثقافة ذاتها. يعني تبدأ عندنا فكرة إبداعية أبدعها بعض الناس من داخل الثقافة نفسها، ففكروا في طريقة كيف ممكن نتقن أعمالنا، كيف ممكن نستغل وقتنا، كيف كذا. في البداية الناس رفضت هذه الأفكار لأن الناس بطبيعتهم يرفضون التغيير. الإنسان لا يحب التغيير بطبيعته، بيحب الرتابة، بيحب أنه خلص في نظام معين روتين يتعود عليه، لا يريد أن يخرج عنه حتى لو إلى الأحسن. فبتبدأ هذه الزمرة شوية شوية تدعم أفكارها، بيصير لها مصداقية، تعمل مؤسسة تعليمية بتنجح، مؤسسة صحية بتنجح كذا، وإذا بها بعد فترة شيئا فشيئا تنتشر فتغير عناصر الثقافة. يعني قصدنا أنه التغير بيتم بين يمكن يكون في صراع بين العناصر الداخلية للثقافة أو بين ثقافة وثقافة أخرى وافدة. النظرية الديموغرافية أو السكانية، يعني النظرية الديموغرافية، الديموغرافي هي في الأصل معناتها التوزيع السكاني، توزيع السكان على الجغرافيا، شكل توزيع السكان من ناحية شكل التوزيع، أين يكونون مزدحمين، أين يكونون يعني السكان أقل، أين كذا. فتوزيع السكان على المناطق هذا بنسميه الديموغرافيا. النظرية الديموغرافية إيش أهم فكرة بتقوم عليها؟ النظرية الديموغرافية، نعم، تقوم النظرية
النظرية الديمغرافية على أساس الربط بين التغير الديمغرافي والتغير الاجتماعي، ويدعم أصحاب هذه النظرية رأيهم فيما تحدثه هجرة السكان من الريف إلى المدن وبخاصة فئة الشباب، والهجرة القصرية بسبب اللي هو الحروب والكوارث الطبيعية من تغيرات في بنية المجتمع وأحواله وطبقاته وظروفه السياسية والاقتصادية والثقافية. تمام، يعني هذه النظرية نفس الشيء، الجملة المفتاحية فيها أن طبيعة التوزيع السكاني على البقعة الجغرافية هو الذي يؤدي إلى التغير الثقافي، لكن طبيعة هذا التوزيع بتختلف بحسب أشياء كثيرة، يعني ممكن بسبب الحروب، الحروب قد تغير التوزيع السكاني، أنه في ناس يتعرضون إلى مقصلة شديدة، إلى مقتلة عظيمة فيرحلون من المكان إلى مكان آخر، تغيرت التركيبة السكانية. كوارث طبيعية أدت إلى نزوح ملايين من الناس أو قرى بأكملها أو كذا، هذا بيؤدي إلى نوع من التغيير الديموغرافي. الهجرات التي تحدث سواء كانت فردية أو جماعية إلى بلاد الغرب، شيئا فشيئا يصبحون أقلية، هذه الأقلية بيصير لها ثقافية معينة ممكن أن تؤثر في المجتمع أو تتأثر به. فهذه النظرية بتقوم على أنه التوزيع السكاني في مناطق جغرافية معينة هو الذي يؤدي إلى التغير الثقافي عن طريق التأثر والتأثير. نظرية التخلف الاقتصادي، هذه النظرية إيش الفكرة الأساسية اللي بتقوم عليها؟ نعم، يرى أصحاب هذه النظرية أن التخلف من الناحية الاقتصادية والاجتماعية أو كليهما معا يجب أن يؤدي إلى تغيرات جوهرية في المجتمع حتى لا تحصل مشاكل اجتماعية واقتصادية في المجتمع. مثلا زيادة حدة الفقر في مجتمعنا هيؤدي إلى خلل اجتماعي واقتصادي، هيؤدي إلى مشكلات في الأسرة الواحد أو على يعني المجتمع كله، هيأثر على الأخلاقيات، على القيم الاجتماعية، على السلوكيات، على الأخلاق، هيأثر بشكل كبير يعني. كلام صحيح، يعني هذه النظرية بتشبه نظرية الحتمية الاقتصادية شيئا ما، لأنها هي بتقول أنه لما الإنسان بيكون في عنده تخلف اقتصادي في مجتمع ما، هذا سيؤدي بالضرورة إلى تغير اجتماعي يتبعه. في المقابل الانتعاش الاقتصادي ممكن يؤدي كمان إلى تغير نحو الأفضل من الناحية الاجتماعية. لا شك أن الناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية بينهما علاقة وثيقة، يعني يؤثر أحدهما في الآخر. على أي حال، يعني بالنظر إلى هذه النظريات جملة، سنجد أنه كل نظرية يعني أدلت بدلوها وتعطي تفسيرا ما، ولا شك أنه العناصر اللي ذكرتها النظريات كل عنصر له تأثير أكيد في التغيير، لكن في النهاية لما بنرى أنه النظرية الإسلامية في التغير الثقافي اللي بتقوم على أشياء نجد أنها محكمة أكثر، يعني هذه الأمور عناصر بتفسر جوانب معينة. عندنا في الإسلام واضح تماما نظرية التغيير، واضح في قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الشيء الثاني: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير أولا بقضاء الله وقدره، بيد الله ابتداء، يعني هو الذي يغير سبحانه وتعالى ولا يتغير كما يقولون. فإن الله لا يغير، إذن التغيير هو قدر رباني وحاصل وشيء حتمي، لكن في نفس الوقت بتنبش بأسباب البشر أنفسهم. يعني هو كل الكلام هذا اللي ذكرناه من الثقافة وانتقال الناس من مكان إلى مكان أو تخلف اقتصادي أو تفاعل بين الثقافات، هو هذا بجهد الإنسان في النهاية بتم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني هو بجهد الإنسان ذاته هو الذي يصنع الحروب، وهو الذي يكون سبب في كثير من الكوارث اللي بيكون هو سببها، يعني غير الكوارث الطبيعية التي تخرج عن إرادته، لكن هو نفسه بيكون سبب كثير من الكوارث عن طريق الحروب، عن طريق عدم العدالة في توزيع الموارد والثروات. فالإنسان إذا غير ما في نفسه نحو الأحسن بتغير واقعه نحو الأحسن، لما بيصير معتقداته سليمة، أفكاره جيدة، ممارساته حسنة وقويمة، أكيد حينعكس على الواقع بلا شك. والعكس بالعكس، لو أصبحت عقائده فاسدة وتفكيره أناني وسلوكه ابتزازي، بالتأكيد حيتغير الوضع نحو الأسوأ.
الآن هنتكلم عن مصطلح له علاقة بقضية التغير والانتقال الثقافي والمسائل اللي زي هذه، بنسميه الانتشار الثقافي. الانتشار الثقافي ماذا نعني به؟ الانتشار الثقافي قبل شوية قلنا انه نظرية التغير الثقافي بتذكر انه تأثر عناصر الثقافة بعضها ببعض وتفاعلها مع بعض او صراعها مع بعض هو الذي يؤدي الى التغيير الثقافي. ومن اهم وسائل الاحتكاك بين الثقافات الشيء اللي بنسميه الانتشار الثقافي، مش هيك؟ وكل ثقافة قوية يعتز بها اهلها هي بتميل بطبيعة الحال الى ان تنتشر، لا تميل انها تبقى متقلصة. حتى الفكرة المحترمة عند اي واحد فينا لما بيجد انه فعل شيئا ممكن ان يحمد عليه او انجاز او كذا لا يبقى حبيسا في نفسه، وانما يريد في البداية ان يحدث به الاخرين ويبدأ باقرب الناس اليه، يقول والله انا حصل معي كذا وكذا الى اخره. نفس الشيء المجتمع الذي يعتز بثقافة معينة لا يبقيها حبيسة وانما يحاول يصدرها لكي تنتشر في الناس، وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، مش لأنفسها بس، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إلى آخر الآيات اللي بتتحدث عن موضوع الرسالة الإسلامية العالمية اللي المفروض تصل إلى جميع أنحاء العالم وتنتشر وتصل إلى كل مكان على أيدي أصحابها. طبيعي الانتشار الثقافي إيش معناه؟ نعم. كويس. يعني الانتشار الثقافي يعني هو صورة من صور الاتصال بشكل عام، يتم فيه انتقال عناصر ثقافية من مكان إلى مكان، لكن هذا الانتقال بيكون محفوفا بالمخاطر. إذا كانت عناصر الثقافة ضعيفة لا تستطيع أن تنتشر وتقنع الناس، لكن إذا كانت عناصر الثقافة قوية بالتأكيد سوف تنتشر وسوف يتقبلها الناس. إيش معنات قوية؟ يعني قوية أول شيء صحيحة في ذاتها، الشيء الثاني تقدم خدمة للإنسان. الإنسان لو شعر أنه الفكرة صحيحة في ذاتها لما طبقها وجد أنه بتخدمه، هي بتقدم له منفعة معينة، بالتأكيد سيعتبر أنها شيء جيد ويمكن أن يتبناه. الاتصال اللي بينشأ على الانتشار هذا الثقافي في له عدة صور، صور الاتصال الثقافي بنسميها. إيش صور الاتصال الثقافي بين الناس؟ في صور مبسطة جدا معروفة في حياتنا، وفي هناك صور نوعا ما أكثر تعقيدا، لكن الصور الثلاثة اللي مذكورة أمامنا واضحة. الصور الثلاثة واضحة. نعم. كلام صحيح، الاتصال عن طريق التزاوج. لماذا خص الشعوب البدائية؟ يعني قصده أن الشعوب البدائية عندما تتزوج من شعوب متقدمة هذا ينقل لهم عناصر الثقافة المتقدمة. نعم. لكن التزاوج بشكل عام هو وسيلة من وسائل النقل الثقافي لدى جميع البشر، سواء على المستوى الداخلي في المجتمع الواحد، حتى المجتمع الواحد بالتأكيد حيكون في بعض الخلافات بين الناس، صح إنها مش خلافات جوهرية لكن لا يخلو الأمر من طرافة في اختلاف جزئيات معينة من العادات أو طريقة الحديث أو كذا، فهذه بتؤدي أيضا إلى تبادل عناصر ثقافية. لكن لو تحدثنا عن تزاوج بمعنى أنه يتزوج إنسان عربي من أوروبية أو كذا، هنا حيكون الاحتكاك الثقافي والعناصر الثقافية اختلافها أكثر، ومن هنا حتكون فرصة الانتشار أو الاتصال الثقافي حتكون أوسع، لأنه فيها جديد، فيها عناصر جديدة من كلا الطرفين. الصورة الثانية، الصورة الثانية كلام صحيح، الناس بتتصل أيضا بعضها ببعض عن طريق العمل، مصنع يجمع الناس من كل المدن وكل المناطق، عمل زراعي جماعي مثلا، تجارة، هذه كلها المناشط الاقتصادية اللي بيقوم بها الإنسان وسائل من وسائل الاتصال.
وذكرنا قبل ذلك قلنا أن المسلمين أدخلوا الإسلام في جنوب شرق آسيا عن طريق التجار، يعني التواصل كان بين المسلمين وبين أهل جنوب شرق آسيا عن طريق التجار، هذه الصلة اللي أدت إلى تغير ثقافي كامل عندهم ودخلوا في الإسلام بالملايين. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة في الأخير، الحقيقة أنه يعني بالنسبة للصورة هذه من صور الاتصال يلاحظ عليها شيء، أنت بتلاحظوا كثير من الثقافة الأوروبية بتجعل الطقوس الدينية والتجمعات السحرية قريبة من بعض، لكن نحن نعتبر أنه الطقوس أو الشعائر الدينية أمر مختلف تماما عن التجمعات السحرية، بالعكس تجمعات السحر والكهانة أكثر شيء بيحاربها الإسلام أساسا، أكثر شيء يحاربها الإسلام لأنها تؤدي إلى نظرة خرافية عند الإنسان، لكن على كل الأحوال هي فيها عناصر ثقافية حتى لو كانت خطأ. فتجمعات الناس سواء كانت عن طريق الطقوس الدينية، دعونا ننظر إلى شعيرة الآن مناسبتها مثل شعيرة الحج. الآن الحج لما بينتقل المسلمون في عرفات وفي المناسك نجد أنه أكثر من 100 جنسية بتحضر في هذا المنسك. ليه؟ لأنه المسلمون اللي حوالي 50 جنسية بطبيعة الحال يتبعهم برضو على الأقل 50 دولة أوروبية جاءت منها أقليات مسلمة يحملون جنسيات المسلم الكندي والمسلم السويدي والمسلم الأمريكي إلى آخره، فيجتمع أعداد هائلة جدا من الجنسيات واللغات والأشكال المختلفة والطبائع، فهذه فرصة للاتصال الثقافي. يعني هذا موسم من المواسم الدينية الجامعة اللي بتؤدي إلى تناقل واتصال في العناصر الثقافية المختلفة. أي تجمعات بتحدث بين الناس سواء كانت دينية أو اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية، هذه كلها بتكون وسيلة من وسائل التواصل أو الاتصال الثقافي. الآن إذا كان في طيب أسئلة فيما سبق أو فكرة في طالبة حابة تقولها، في أي تساؤل أو أي فكرة؟ طيب على كل الأحوال المحاضرة يعني انتهت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.